أنا حبيب السعيد المنصوري. أنا بديت يعني أسوي اليوم عندي مشاركة في المهرجان مشاركة الإبزار. يعني زماننا نحل أول ما كان عنده شيء، عنده أشياء بسيطة، والأشياء البسيطة هم يكونونها ويسوون منها الإبزار. ما عندهم مكينة ما شيء، عندهم مطحان يطحن فيه. يعني كل شيء طال إن شاء الله عمر خليفة وعمر محمد بن زايد، كل شيء موجود. كان عمري يمكن 9 سنين 10 سنين 11 سنة، علمتني أمي الله يرحمها نخم البيت، نطبخ معاها، نقطع في البيت، نسوي غداء. قعدنا وياها نشوفها كيف الطريقة اللي تسويها هي، سواء كانت تسوي صالونة إذا نشوفها كيف تسويها، إن ركبت العيش قعدنا نشوفها كيف تركب العيش، ونحل وياها يحلبون البوش، يحلبون الغنم، نسوي الروب. أول زمان أول يسوي الهريس، ونسوي العصيدة، نسوي الخبيصة، خبيصة الطحين، ونسوي البلاريط، ونسوي القيمات والقرص. هاي الأشياء مالت أول. الحين لا، الحين يسوون الكيك، ما يخلون شيء البنات ما يسوونه، يسوون الأكلات اللي فروت كيك، هذا الكيك الصغار، يسوون سنابول. هذا الإبزار عقب ما طحناه حق مهرجان زايد، وهذا الفريد زي الصينية، هذه زيناها بالمشموم تراثية. حطيت صور يشوفونهن عن الأول، أيام زايد الله يرحمه ويعوضه بالجنة. هذا كنا نحط القمح اللي هو يتكون من الطحين، غير هذا النار نولعها بالحطب، نجمع حطب ونولع الضوء ونحط عليه، نسوي قهوة ونسوي الحليب. ما في شاي، حليب فيه مال غنم أو حليب مال بوش. هذا اللمبة اللي كنا نشغلها في البيت أو في المطبخ أو في أي مكان احنا نشتغل فيه. فأنا أشجع يعني عيالنا وعيال عيالنا إن هذا يتواصلون مع على هالأكل، البنات هذا اللي يتعلمنها. هاي أكلات شعبية فيها فوائد، حتى فيها فوائد يعني حق الإنسان. أنا أحب أشارك في مهرجان زايد الأول، لأن الحمد لله كل شيء موفرينه شيوخنا، وعندك شجاعة في قلبك تبى تشارك مع الناس، تبى تشوف الناس يشوفون شغلك كيف.